حضرتك طيب، واحنا بنحتفل بذكرى 23 الاسترداد طابة. تمام يا فندم. حقيقي احنا كنا في شرم الشيخ امبارح، نبدأ بطابة. نبدأ بطابة. ايوه فندم. وكان سيادة المحافظ اللي هو خالد بودة كان عامل احتفال كبير جدا في جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ. نعم. وكنا انا مدعو ومع استاذنا العظيم الدكتور مفيد شهاب. نعم. كنا بنحتفل بهذه الذكرى العظيمة. نعم. واسمحي لي في البداية بس نقول كلمتين. انا كان اول مرة اروح شرم الشيخ من سنتين عشان كانت ازمة الكورونا. نعم. حقيقة انا كنت سعيد جدا ومذهول من الشكل التي وصلت اليه مدينة شرم الشيخ النهاردة. بقت مدينة عالمية بكل المقاييس. نعم. النظافة، النظام، دول كل حاجة حقيقة ممتازة، وانت عارفة من السهل انك تعملي حاجة لكن من الصعب انك تحافظ عليها. صحيح. حقيقة اللواء خالد فودة عامل نظام اداري هايل ومحافظ على المدينة، والنهاردة الدولة كلها بتشتغل هناك عشان استعدادا لمؤتمر العالمي للمناخ اللي هيتم اخر السنة، والكل بيشتغل، المطار بيتوسع، الطرق، فكل الكلام ده ان شاء الله، ومصر تبقى عظيمه باستقبال هذا المؤتمر. يعني. الحاجه الثانيه اللي اسعدتني يا مدام عزه، جامعه الملك سلمان في جنوب سيناء. انا لم اكن متخيل ان هيكون عندنا جامعه بهذا المستوى وهذا التميز فين؟ في شرم الشيخ ونويبع والطور. عندنا جامعه عظيمه لابناء سيناء. حتى الشكل الهندسي اللي كانت معمول عليها الجامعه لما دخلنا امبارح وشفنا الكلام ده، حاجه جميله تتمشى مع الشكل العام لمدينه شرم الشيخ. الحاجه الثانيه حقيقي فعلا، الحاجه الثانيه ان الدكتور اشرف حسين رئيس الجامعه بساله مين هنا، قال لي 90% من العاملين الاداريين من ابناء جنوب سيناء. دي حاجه كويسه طبعا، حقيقي اسعدتني. قال لي ولكن عندنا امل في المستقبل بقى اللي هيتخرجوا بعد كده يبقوا هم المعيدين والمستاذ المساعد والمدرس المساعد، يبقى النهارده الجامعه دي بتخدم اهل سيناء، وده اللي كان مطلوب في الفتره اللي فاتت. صحيح. الحاجه الثانيه اسمحي لي بقى ان احنا نعرض اول صوره عشان نبين ايه قيمه الاحتفال اللي احنا مصر احتفلت بيه. نعم. الصوره الاولانيه بتبين لنا يوم 5 يونيو لما انتهت حرب، نقول ايه، 6 ايام، اسرائيل احتلت، هنلاقي سيناء بالكامل في مصر. نعم. والضفه الغربيه اهي بالاحمر في من الاردن، ونقول ايه، الجولان من سوريا. كل المناطق دي الحمراء كانت اسرائيل احتلتها بعد 5 يونيو، وبالحسبه بيتقال ان هذه المساحات كانت 10 أضعاف مساحة إسرائيل. 10 أضعاف. أضعاف مساحة إسرائيل، تخيلي. نعم. طب تعالي شوفي النهاردة بقى، مين اللي رجع له أرضه؟ مصر فقط. شايفة سينا الحمراء دي بالكامل؟ أي. رجعت من خلال 4 معارك، الناس بتقول 3، أنا هقول لك إنهم 4. نعم. مصر استعادت كل أرضها بالكامل. نعم. الضفة الغربية اللي موجودة فوق عند الأردن بالأحمر للأسف لسه تحت السيطرة الإسرائيلية، كل يوم بتبني فيها مستعمرات. صحيح. الجولان اللي فوق، إسرائيل من سنتين طلعت قرار أن ضم الجولان إلى إسرائيل بقرار من الكنيسة. صحيح. إنما مين اللي استعاد أرضه بالكامل يا مدام عزة؟ هي مصر. نعم. بتلاقي 4 معارك، الأولى يوم في 6 أكتوبر بأعمال الجيش المصري لما اقتحم قناة السويس ودمر خط بارليف. ثم الرئيس السادات المعركة الثانية السياسية لما وقع اتفاقية كامب ديفيد. ثم المعركة الثالثة اللي دكتور مفيد شهاب والمجموعة المقتلة بالقانون، وقدرنا نسترجع آخر حبة في يعني رمل طابة. نعم. المعركة الرابعة بقى اللي الناس مش واخدة بالها شوية، نشوف الخريطة اللي جاية بقى. يلا. لان احنا لما الرئيس سادات الله يرحمه مضى كامب ديفيد كانت متقسمه قدامنا المنطقه ألف والمنطقه ب والمنطقه جيم.
المنطقة ألف كانت مسموح لمصر بقوات عسكرية. المنطقة ب مسموح لمصر بقوات أمن مركزي وحرس حدود. أما المنطقة ج باللون الأحمر يا مدام عزة كان غير مسموح للقوات العسكرية المصرية إنها تدخل في هذه المنطقة. وإحنا كنا زعلانين حقيقي. ولكن الله يرحمه الرئيس سادات قال بكرة كل حاجة بتتعدل مع الزمن وسيجي من يكون بعدي لان احنا تاخد المنطقه. عشان كده الرئيس السيسي من عده شهور قابل رئيس الوزراء الاسرائيلي في شرم الشيخ وتم الاتفاق ان المنطقه دي من النهارده بقت كلها انضمت لمصر والقوات المسلحه المصريه واقفه على خط الحدود من رفح الى طابا في كل المنطقه الحمراء. فعشان كده انا شخصيا سعيد ان الواحد في يوم حيغادر الحياه وارض مصر رجعت لجيشنا ورجعت لمصر واصبحت السيطره كامله عليها. ايه التحليل العظيم والترتيب العظيم ده واللي حصل مؤخرا ده كمان شيء عظيم جدا يا دكتور سمير. تمام. لا احنا كان لازم الشعب المصري يفهم ويكون طبعاً. يعني فخور ببلده. شفتي احنا الوحيدين اللي حررنا ارضنا يا مدام عزه. بالظبط. احنا الوحيدين اللي استعدنا كل شبر ولم تفرط في حبة رمل. عشان كده لازم نكون فخورين بمصر وان مصر دايما بتاخد حقها وده هو شعور الشعب المصري دايما. نعم. وهو مهما طال الوقت يا دكتور سمير في مفاوضات او غير مفاوضات مصر مش هتتخلى عن حقها في اي شيء مهما طال الوقت. وده اللي حصل. وده اللي حصل وده خير دليل. تماما. بالظبط. نعم. نرجع بقى ل